السلام عليكم، وإن شاء الله راح نبدي وياكم المحاضرة الثانية من مادة التشريح المقارن. راح ناخذ اليوم إن شاء الله محاضرتنا الجهاز الغطائي أو ما يعرف بالجلد، الانتيجومنتري سيستم أو السكين. طبعا بالنسبة للجلد يعتبر الفيرست لاين ديفنس كفرينج ذا هول بودي، إذا الخط الدفاعي الأول اللي يغطي الجسم بالكامل. طبعا يشكل الخط الدفاعي، راح ناخذ ان شاء الله بعد شويه بالوظائف، انه هو يدافع من ناحيه حمايه الجسم من التعرض للاصابه بالمايكرو اورجانيزم بالاحياء المجهريه، سواء كانت بكتيريا، فيروسات، فطريات او غيرها، وايضا يعتبر خط دفاعي ضد الاضرار الميكانيكيه اللي ممكن ان يتعرض لها الجسم. بدايه يتكون عندنا الجلد من طبقتين رئيسيه، الطبقه الاولى الديرمز والطبقه الثانيه الابيديرمز. طبعا طبقة الديرمز تتكون من او تنشأ اصلها يكون من الاكتوديرم، اما بالنسبة للابيديرمز فيكون الاورجينيتنج مالتها فروم ميزوديرم. بالنسبة للسكين كونكت ذا بودي دايركتلي تو ذا اكسترنال انفايرمنت، اذا يعتبر نقطة اتصال الجسم مع البيئة الخارجية. مثل ما تشوفون هنا هذا هو الجهاز الغطائي او الجلد، يتكون من طبقتين، وراح ناخذ هذه الامور كلها بالتفصيل ونقارن طبعا بين انواع الكوردات. نبدا اول نقطه عندنا او اول فقره اللي هي الفانكشن اوف سكين، وظيفه الجلد. اول شيء يعتبر بادي سبورت، ذا سكين سبورتس ذا بادي اند كيب اتس شيب، اذا اللي ينطي الشكل الخارجي للكائن الحي او للفيرتبريتس او للكوردات هو الجلد. طبعا راح ينطي الشكل الخارجي والمظهر الخارجي للكائن الحي. النقطة الثانية تتضمن البروتكشن، واعتقد هاي ذكرناها قبل شوية، انه هو يعتبر الاوتر سيرفيس اوف سكين كونسيست اوف هورني لاير، يتكون الجزء الخارجي او السطح الخارجي من الجلد من طبقة متقرنة اللي يكون لها دور كبير في عملية الدفاع ضد الاحياء المجهرية والهارمفول ماتيريالز، يعني المواد الضارة، وبالاضافه الى ذلك يسوي بروتكشن لل internal organs against external shock من ناحيه الاضرار الميكانيكيه اللي ممكن ان يتعرض لها الاعضاء الداخليه والاحشاء الداخليه، فيكون الجلد حاجز او المدافع عن هذه الاعضاء. الوظيفه الثالثه يكون مهم او له دور مهم في عمليه الاكسكريشن اللي هي عمليه الاخراج، من ناحية regulating the osmotic pressure by excreting sweets، انه هو يطرح العرق حتى ينظم عملية او ينظم ما يعرف بالضغط الاسموزي. بالاضافة الى ذلك انه مع هذا مع العرق يتم طرح عدد من المواد السامة الضارة لجسم الكائن الحي ويتخلص من عندها الجسم بهذه العملية. النقطة الرابعة واللي هي مهمة جدا اللي هي عملية تنظيم درجة حرارة الجسم اللي هي regulating body temperature. اغلب او جميع التفاعلات البيولوجيه اللي تحدث او العمليات البيولوجيه اللي تحدث داخل جسم الكائن الحي راح تنتج من خلالها حراره. هذه الحراره لازم يتم عمليه تنظيمها او التخلص من عندها خارج الجسم. هذا الـ 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 هذا الامر يتحكم بالجلد او يؤدي دور في عمليه تنظيم درجه الحراره جسم في عمليه تنظيم درجه حراره جسم الكائن الحي. لو نجي عملية التنظيم تتم من خلال انه مثلا بدي اتخلص من هذه الحرارة اللي تكونت نتيجة التفاعلات او العمليات البيولوجية، يتم التخلص من عندها اما من خلال طرح النيورون الفيسز والسويد من خلال الاكزيتوري سيستم اللي هي الادرار والخروج والعرق من خلال عملية التعرق، وايضا من خلال اللانج بالنفس الشهيق والزفير تم عملية تنظيم درجة حرارة وطرح الحرارة العالية، بالاضافة الى ذلك اللي هي عن طريق الجلد ايضا يتم التخلص من الحراره الزائده او تنظيم درجه الحراره من ناحيه اذا كانت درجه الحراره بارده واذا كانت درجه الحراره حاره. طبعا بالنسبه الى نقطه اللاج عن طريق الرئتين، اذا شايفين اكو بعض الحيوانات تسوي عمليه اللهاث احنا نسميها تلهث، هذه العمليه تخلصها من درجات الحراره العاليه، يعني شلون نقول انه تتم عملية طرح الحرارة عن طريق النفس فتخفض لها درجة الحرارة الجسم. زين،
شلون تتم عملية الحفاظ على درجة الحرارة بشكل ثابت في الجو البارد والحار؟ يعني مثلا نأخذ أبسط مثال، الإنسان درجة الحرارة ثابتة 37 درجة سليزية، إذا أنا رحت بمنطقة منجمدة باردة جدا راح تبقى درجة حرارة جسمي 37، وإذا رحت إلى منطقة درجة الحرارة توصل إلى بها إلى 50 أو 60، ما طبعا ماكو 60، خلينا نقول 50 درجة حرارة، راح تبقى درجة حرارة الجسم 37. شلون تتم هذه العملية؟ طبعا هاي نقطة جدا جدا مهمة. بداية في الجو البارد and cold weather the skin keeps its temperature by decreasing sweating, storing the heat and fat under skin or fur or hair or feathers. إذا في درجات الحرارة المنخفضة في الجو البارد راح يحافظ الجسم على درجة حرارته من خلال تقليل عملية التعرق، وأيضا حفظ الحرارة في المنطقة الدهنية أو الطبقة الدهنية تحت الجلد أو في الفرو والشعر والريش، تحت الجلد في تحت الفرو والجلد والشعر والريش. أما في حالة الجو الحار ارتفاع درجات الحرارة، شلون تتم عملية خفض درجة حرارة الجسم بواسطة الجلد؟ من ناحية أنه راح يصير عندي delayed blood vessels، توسع بالأوعية الدموية، هذا راح يساعد في eliminating the heat outside the body along with the evaporated sweat excreted from sweat gland and the skin. إذن تتم عملية طرح الحرارة من خلال توسع الأوعية الدموية والتخلص من الحرارة الزائدة إلى خارج الجسم من خلال تبخر العرق وخروج هذه المادة اللي تعتبر مادة مرطبة للجلد وللجسم، بالتالي راح تخفض درجة الحرارة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، تعرض الجسم إلى ارتفاع درجات الحرارة. إذن هاي نقاط مهمة ذكرناها ومبينة يعني كيف يقوم الجسم بالحفاظ على درجة الحرارة في الجو البارد والحار، وذكرناها وشوفوا شون الجلد إلى دور جدا كبير في هذه العملية. زين، نتحول للنقطة الخامسة من وظائف الجلد اللي هي storing fat اللي هي خزن الدهون. طبعا الجلد راح يكون له دور مهم في هذه العملية من خلال أولا يعتبر الانسوليتر عازل ضد خسارة الحرارة، إذن an insulator against losing heat، إذن يعتبر عازل يقف كحاجز ضد خسارة الحرارة. أيضا النقطة الثانية store extra food in birds and animals who do hibernation as amphibians, reptiles and bears who consume it during immigration and long sleeping time. إذن راح تحفظ كمية من المادة المغذية الزائدة عن الحاجة. وين راح يتم حفظها؟ راح يتم حفظها بالطبقات الدهنية الموجودة تحت الجلد. هذه المادة الغذائية المخزونة راح يستفاد من عدها الحيوانات اللي تقوم بعملية السبات الشتوي، تعرفونها راح تبقى طول فترة الشتاء انه هي ساكنة في مكانها، بالتالي راح تستفاد من هذه المواد المغذية المخزونة. وايضا الطيور المهاجرة اللي تسمى عملية الميجريشن وطيل الفترات والمسافات بعيدة ايضا تستفاد من هذه المواد المخزونة. طبعا الحيوانات اللي تقوم بالسبات الشتوي ذكرنا من عندهم الربتايلز والامفيبيانز اللي هي البرمائيات والزواحف بالإضافة إلى الدبور. النقطة الثالثة fat is distributed differently between different animals and between males and females so it defines the external shape of the body. إذن هنا نقطة مهمة إنه توزيع الجلد راح يختلف بين الحيوانات، فينطيها الشكل الخارجي اللي يميز بها كل حيوان عن الثاني، وأيضا أميز الحيوانات من نفس النوع بين الذكور والأناث. زين، نتحول للنقطة السادسة اللي هي تتضمن البريذنج، تساعد في عملية الجلد، يساعد في عملية التنفس خصوصا في البرمائيات، ويساعد في عملية التبادل الغازي الاكستينجين غازز، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا وأكيد كنا نعرفها اللي هي السنسيشن، التحسس
انه هو موجود بشبكه كبيره من الاعصاب، بالتالي اي تعرض لاي حاله مثلا ارتفاع درجات الحراره، انخفاض درجات الحراره، ضغط، الم، كل هذه المستقبلات الحسيه الموجوده بالجلد راح تنقل اشاره للدماغ، وبالتالي تعتبر هي المتحسسات الرئيسيه. طبعا هذه كانت وظائف الجلد، اعتقد واضحه وبديهيه، مجرد اني افكر بيها اقول هذا الجلد شنو وظيفته بالنسبه لي، راح اقدر اميز هذه النقاط السبعه اللي هي قلنا مثل ما قلنا جدا جدا مهمه. زين، راح نبدا نقارن بين انواع الجلد في مختلف انواع الفيرتبريتس او سوري الكورديتس. اول شيء راح ناخذ سكين اوف كارتيلجيوس فيش از دوغ فيش اور شارك. طبعا راح نجي ناخذ الجلد في الاسماك الغضروفيه، وراح ناخذ مثال عندنا اللي هو اسماك القرش. اول شيء واحنا ذكرناه هذه بالبدايه انه راح يتكون من طبقتين، الابيديرمس والديرمس. الابيديرمس راح تكون مسؤوله عن انتاج الميوكس ماتيريالز، المواد المخاطيه. اما الديرم راح تكون consisting of connective tissue، اذا نسيج رابط، يحتوي على pigmented cell under basement membranes، يحتوي على خلايا صبغيه تقع تحت البيزمنت membrane، الغشاء القاعدي. They have scales on their surface، راح تحتوي على حراشف على السطح الخارجي اللي يحيط بجسم الحيوان، يسموها البروتكتيف سكيلز. طبعا كل هذه، كل وحده من هذه السكيلز تحتوي على سنترال هولو كونتيننج بلاد فيزلز، تحتوي على تجويف مركزي. هذا التجويف المركزي تمر من خلاله الاوعيه الدمويه والاعصاب، ويكون مغطى من الخارج بطبقه خفيفه من المينا. طبعا وصول الاوعيه الدمويه والاعصاب لهذه المنطقه اكيد لتغذيتها، يعني كل هذه تكون تصلها المواد المغذيه وتطرح الفضلات الزائده كخلايا، طبعا كخلايا، وتتخلص منها عن طريق الدوره الدمويه. نتحول الى جلد الاسماك العظميه، skin of bony fish. طبعا الاسماك العظميه تختلف عن الاسماك الغضروفيه مثل ما ذكرنا، فهنا راح تتكون من طبقتين ايضا من ناحيه الابيديرمس والديرمس، ولكن الابيديرمس راح تكون مكونه، شوفوا الابيديرمس مكونه من سكيلي ابيثيليال arranged cell containing mucus cell. إذن خلايا طلائية حرشوفية تكون مرتبة بشكل واضح ومميز، وتحتوي على الخلايا المخاطية التي تفرز المواد المخاطية. الطبقة الخارجية من هذه السكيلز راح يكون ما يعرف بالسايكلويد سكيلز، اللي هي الحراشف الدائرية. طبعا هاي معروفة كنا شايفيها بالأسماك العظمية الاعتيادية، هاي اللي نشتريها من السوق، بينما طبعا تكون محاطة كل جسم هذه الأسماك العظمية بهذه السايكلويد سكيلز. بينما الديرمز راح يكون مكون من كونكتيف تيشو، يحتوي على pigmented cell، ويكون form it originated the flat cycloid scales. أيضا ترسب المواد العظمية بشكل دائري، يشوفون انه الحراشف، اذا اجي اخذ اي حرشفه من الاسماك العظميه الاعتياديه الموجوده عندنا في السوق راح اشوفها بها دوائر داخليه. هذه الدوائر طبعا تكونها يكون على اساس مختلف انواع الفصول، فصول السنه، واقدر من خلالها اعرف عمر الحيوان. شلون؟ من ناحيه انه راح تتكون هذه الخطوط خلال كل فصل، تتكون عندي خط من هذه الخطوط. طبعا راح يكون سرعة نموها أكثر في فترة الصيف والربيع، وراح تتوقف تقريبا خلال فصل الشتاء اللي هو الوينتر. مثل ما تشوفون هذه صورة توضح السايكلويد سكيل، مبينة شوفوا الدوائر اللي موجودة بيها. هذه الدوائر هي الترسبات العظمية اللي قلنا عليها، اللي تنطيها تقريبا من خلالها أقدر أميز عمر هذا الحيوان. نتحول الى السكين اوف امفيبيانز، اللي هي جلد البرمائيات. طبعا هنا البرمائيات تحتوي على سوفت السليبري سكين، طبعا تحتوي على جلد رقيق هش سليبري زلق، ويحتوي ايضا على طبقتين مثل بقيه الفيرتبريتس انيمال، اللي هي الابيديرمز والديرمز.
وتكون هذه الإبيديرمس والديرمس مثل ما تشوفوها هنا بالصورة، هذه الإبيديرمس وهذه طبقة الديرمس تكون مفصولة بما يعرف بالبيزمنت ممبرين. بالنسبة للإبيديرمس خلينا نأخذها بالتفصيل، consists of Malpighian layer of columnar cell which divided constantly to give in multiple layers of spongy cell that gradually decreased in size as going upward to the body surface and they expand to form renal horny layer. إذا إذا تنتبهون على هاي طبقة الإبيديرمس موجودة هنا موضحة بشكل كبير جدا. هنا هذه الإبيديرمس راح تكون مكونة من خلايا columnar cells راح تقسم بشكل منظم على شكل طبقات. هذه الطبقات تشكل لي خلايا spongy cells، خلايا اسفنجية. كل ما اقترب من السطح الخارجي باتجاه الخارج راح تصغر بالحجم وبالتالي تكون مميزة بهذا الشكل. شوفوا بداية كانت اكبر بالحجم وتدريجيا راح تبدي تقل بالاتجاه الى الخارج. اما طبقة الديرمس فراح تكون مكونة من اولا loose connective tissue، هذا loose connective tissue اللي يكوني طبقة الديرمس اللي هي الأدمة. طبعا الإبيديرمس هي البشرة والديرمس هي الأدمة. loose connective tissue with many blood vessels، هذه blood vessels الأوعية الدموية، وأيضا nerve fibers، هذه nerve fibers الألياف العصبية، والميلانوفورز، الميلانوفورز اللي راح تكون موجودة ضمن طبقة loose connective tissue اللي راح تعطي الفروغ its color change according to the heat, humidity and light، راح تعطي اللون الخاص بالضفادع او بقية انواع الامفيبيانس البرمائيات. هنا اكو نقطة مهمة، هذا اللون راح يتغير اعتمادا على درجات الحرارة، الرطوبة الهيوميديتي واللايت الضوء اللي يتعرض الى هذا الحجم. الطبقة الثانية راح تكون عندنا الميوكس جلاند اللي هي الغدد المخاطية، secrete mucus that accumulate in the follicular gland مثل ما تشوفوها هذه الميوكس جلاند to be excreted to the outside، راح تطرح الى الخارج. ومثل ما قلنا بالبداية انه هو slippery soft slippery skin، انه هو زلق. شنو سبب انه هذا الجلد اصبح زلق؟ بسبب افرازات الميوكس جلاند على الطبقة الجلدية الخارجية. زين، this mucus exchanges gases through skin during hybridization and helps the frog to escape from enemies. إذن إلى وظيفتين أو دورين رئيسية للميوكس المفرز من قبل الميوكس جلاند في الأمفيبيانس أو بالتحديد بالفروغز، من ناحية أنه يساعد في عملية التبادل الغازي عن طريق الجلد، وايضا النقطه الثانيه escape from enemies انه يهرب من الاعداء اللي ممكن يعتبر هو فريسه بالنسبه لهم. هذه الماده المخاطيه تعتبر ماده زلقه بالتالي يهرب من عندها من خلال افرازها هذا الحيوان. النوع الثالث او التركيب الثالث الموجود في طبقه الديرمز هو التوكسيك جلاند. طبعا هذا مو كل انواع موجود، اللي هي الغدد السامه اللي راح تفرز toxic substance that kills microbes and fight against enemies، اللي راح تفرز هذه المواد السامة القاتلة للأحياء المجهرية اللي ممكن أن يسبب ضرر للجلد الخارجي للحيوان وأيضا الدافع ضد الأعداء. طبعا these glands are found excessively in parotid glands behind the eyes، بالقرب من العين. إذا مثل ما تشوفون هنا بالصورة كروماتوفورز هذه اللي تنطي اللون، هذه عندنا البويزن جلاندز طبقة أو العفو الغدد السامة، وهذه أيضا عندنا الميوكس جلاند اللي هي مثل ما سميناها الغدد المخاطية. طبعا راح تكون موجودة بطبقة الديرمز اللي تحيط بهذه الغدد، راح يكون موجود عندنا اللوز كونكتيف تشو مثل ما ذكرنا قبل شوي، أيضا اللي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب اللي تغذي هذه التراكيب والخلايا الموجودة في هذه الطبقة. نتحول الى skin of reptiles اللي هي جلد الزواحف. The skin of reptiles contain horny scales، انتبهوا هنا horny scales الحراشف تكون متقرنة، and they contain little glands located in certain sites، طبعا تحتوي على غدد قليلة لانه اذا
تشوفون او تنتبهون انه اغلب الزواحف تعيش بمناطق صحراويه، فما تحتاج الى هذه المواد الزرقاء اللي تكون موجوده بالبرمائيات، لان هي تعيش دور فتره من حياتها بالنسبه للبرمائيات بالماء او قريبه من الماء، فبالتالي تكون قليله الغدد اللي موجوده بها. كيراتينايزد ابيديرمال ستراكشر، راح ناخذ الابيديرمال ستراكشر اللي هو متقرن. الفورميشن ذا ريبتايلز، بالنسبه لها تكوينه طبعا، ريبتايلز ابيديرمز روتيت اراوند اتسلف around a small projection called papilla. اذا راح تدور حول منطقه او فد بروجكشن، فد نتوءات او تراكيب يسموها ما يعرف بالديرمال بابيلا. هذه الديرمال بابيلا تكون مثل الدائره حولها. To form the keratinized skull layer. اذا سكيلي لاير، هذه السكيلي لاير اللي هي الطبقه الحرشوفيه مثل ما تشوفون بسبب وجود البروجكشن هاي البابيلا اللي راح تدور حولها الخلايا خلايا الابيديرمس. Different forms. These scales are flattened in turtles. طبعا راح تكون مسطحة وين؟ بالتورتلز اللي هي السلاحف. طبعا بالنسبة للبابيلا اللي ذكرناها قبل شوية يسموها باللغة العربية حليمة. طبعا نرجع للتورتلز السلاحف، راح تكون covered the bony plate forming the carapace. الكارابيس هي الطبقة الخارجية اللي تحيط بجسم السلحفات، وما يعرف بالبلاسترون. البلاسترون هو الطبقة الداخلية اللي تحيط بجسم السلحفات. طبعا السلحفات مثل ما تعرفون هذا الغلاف الخارجي اللي يحيط بيها الجزء الأعلى من عنده اللي يحيط بيها من الأعلى يسموه الكارابيس، والجزء اللي يكون موجود من الأسفل يسموه البلاسترون. طبعا هاي مهمة جدا هذه المصطلحات. Also the scales connect with the horizontal abdominal muscle of snakes and move them up and down to help its movement. إذا هنا هذه السكيلز لها دور مهم جدا من ناحية ارتباطها بالهوريزنتال ابدومينال مسل، بالعضلات البطنية الجانبية بالافاعي، وبالتالي تكون هي المسؤولة عن حركة الافاعي. ولهذا شوفون الافاعي ما عندها فد اطراف تتحرك بها، ولكن تتحرك من خلال هذه السكيلز، من خلال هذه الحراشف. زين. These scales are also found in bird's legs and the tail of some mammals as rats. اذا هذه الحراشف راح نلقاها ايضا موجودة في اقدام الطيور، وايضا في بعض الحيوانات توجد في منطقة الذيل او الذنب مثل الفئران. بعض انواع الفئران طبعا. نجي عندنا بالنسبة لتراكيب مهمة جدا لازم نتعرف عليها، اللي هي الكلاوز النيلز اند هوبس، بالنسبة للاظافر والحراشف والحوافر. Keratinized layer of amniotes give claws that is modified into nails or hooves in most mammals which resemble scales in reptiles and bird legs. إذن هنا بعض أنواع الحيوانات تحتوي على أظافر، وبعض أنواع الحيوانات تحتوي على الحوافر، مثل ما نعرف مثل الحيوانات مثل الخيول تحتوي على حوافر، وأيضا بعض أنواع الحيوانات تحتوي على المخالب مثل ما شوفوها في بعض أنواع الطيور الجارحة، خصوصا مثلا النسور والصقور وغيرها. إذا نجي للنيلز اللي هي الأظافر، راح تكون مكونة من long strong claw plates. إذا long strong claw plates فد طبقة أو صفيحة تكون مخلبية قوية جدا with a soft bait. إذا المنطقة الخلفية مالتها تكون هذا النيل بيت، إذا تشوفون هنا بالصورة يكون underneath while in hoovers the hoof has a sole plates underneath. إذا هنا بالحوافر راح تختلف العملية، إنه تحتوي على طبقة متقرنة أكبر من النيلز، وتكون تحتوي على طبقة الباطن مالتها يكون soft، يعني مو soft يعني خلينا نقول منطقة هشة. الكومباكت هورن، هنا بالنسبة للكومباكت هورن forming the nail and covering the nail beads. إذا راح يكون هو المسؤول عن تكوين الأظافر ويغطي قاعدة الأظافر، وأيضا it's covered from the both side by
نيل راح يكون مغطى ب شلون نقول جدار الاظفر من الجانبين. اخر شيء عندنا النيل فولد has the same skin components under nail fold. There is nail matrix which produce the new nail. إذن تكون مسؤولة عن إنتاج الأظافر الجديدة. هاي بالنسبة لتركيب الأظافر والحوافر والمخالب. طبعاً إذا أريد نعيدهن بالنسبة للنيل هي الأظافر، الهوفز هي الحوافر، والكلاو اللي هي المخالب. مثل ما ذكرنا الأظافر راح تكون موجودة مثلاً عندنا الإنسان عند أظافر، والحوافر تكون موجودة بالحيوانات هذه مثل ما تشوفون هنا مثلا بالخيول وغيرها، والمخالب راح تكون موجودة خصوصا في مثلا في أرجل الطيور الجارحة مثل ما ذكرنا النسور والصقور. راح نجي ننتقل إلى جلد البيردز الطيور the skin of birds. It is a thin layer covered with thick layer of feathers. إذن طبقة الجلد اللي تحيط بجسم الطيور راح تكون مكونة من طبقة خفيفة تكون مغطاة بطبقة كثيفة من الفيذرز اللي هو الريش. The epiderms راح نجي أيضا طبقتين، لأن احنا ذكرنا بالبداية epiderms و derms، طبقة بشرة وطبقة أدمة. The epiderms consist of thin keratinized arranged cell، تكون مكونة من طبقة نحيفة من الخلايا المتقرنة المرتبة، بينما الديرمز is rich of oil producing cell، تحتوي على خلايا تنتج مواد زيتية. راح ناخذ هذا الموضوع بالتفصيل من خلال هنا انه the only pair of glands found in bird is uropygnal glands. The open is a nipple، طبعا nipple مثل الحليمة مثل ما قلنا like structure in the tail. إذن تحتوي على غدد تفرز مواد دهنية تغطي جسم الطائر وتكون مسؤولة عن ترطيب الريش والجلد. These glands secrete an oily material to lubricate its beak and feather. إذن مسؤولة مثل ما ذكرنا قبل شوية عن إنتاج مواد زيتية أو دهنية، راح تسوي عملية اللايبريكيت. لايبريكيت يعني شلون نقول تشحيم لجسم الطائر والريش. Bird also have keratinized scale on their claw wings edge especially the young bird. إذن أيضا تحتوي على حراشف متقرنة في منطقة القدم بسبب وجود يعني تحتوي على المخالب، وأيضا حواف الأجنحة خصوصا في الطيور الصغيرة. نتحول إلى الفيذرز اللي هي الريش، خلينا ناخذه بالتفصيل. يعتبر skin appendage، يعتبر كبروزات تظهر من الجلد. disappeared as modified scale، كحراشف مطورة أو محورة، وظيفتها تساعد في regulating body temperature. إذن النقطة الأولى في تنظيم درجة حرارة الجسم، هاي مهمة جدا بالنسبة للريش، وأيضا تساعد في الطيران. أكيد مثل ما من اسمها أصلا هي الطيور، أكيد تساعدها الريش في عملية الطيران. بالنسبة إلى أنواع الفيذرز، طبعا أنا ذاكر لكم ثلاث أنواع بالملزمة. الكونتور فيذرز اللي هي هذا يكون شكلها، والفيلوبيلوم هذا يكون شكله، والداوني فيذرز اللي هو هذا يكون شكله مثل ما مؤشر أمامكم. أعيدها، ثلاث أنواع من الفيذرز ذاكريها بالملزمة. عندنا الكونتور فيذرز، وأيضا عندنا الفيلوبيلوم، وعندنا الداوني فيذرز. Feathers are arranged regularly all over the body. إذن الريش راح يكون مرتب بشكل منظم في أغلب مناطق الجسم، ولكن in some parts as under the wing تحت الجناح بهذه المنطقة راح يكون ترتيبه غير منتظم. Irregularly distributed irregularly يعني راح يكون مرتب بشكل غير منتظم. إذن هنا الفيذر راح يكون في عموم مناطق الجسم مرتب بشكل منتظم، ولكن في مناطق محددة مثلا حول فتحة المخرج وتحت الجلد راح يكون ترتيبه غير منتظم.
آخر شيء عندنا أو آخر فقرة من فقرات محاضرتنا اليوم اللي هي skin of mammals اللي هي جلد اللبان. بالنسبة لجلد اللبان راح يكون أيضا مكون من طبقتين consist of two layers، طبقة الإبيديرمز والديرمز. راح تكون مكونة من أو أصل تكوينها من مصدرين، الإبيديرمز من طبقة الإكتوديرم، أما الديرمز راح يكون من طبقة الميزوديرم. إذن راح يكون مكون من طبقتين الإبيديرمز والديرمز. طبقة الإبيديرمز راح تكون أصل تكوينها من الإكتوديرم، أما طبقة الديرمز راح يكون أصل تكوينها من الميزوديرم. نجي لوظيفة الشعر اللي موجود بالجلد. The hair start to appear أو العفو مراحل تكوين الشعر. مراحل تكوين الشعر. The hair start to appear as a proliferating bud. إذن راح يكون بداية تكوينه يظهر بشكل برعم صغير في طبقة الإبيديرمز، وراح ينتقل إلى طبقة الديرمز والبوشينج ذا جيرمينال لايرز، راح يدفع الطبقات الجرثومية وينطلق إلى النقطة الثانية. The deep part of this bud form the hair papilla. إذن الجزء السفلي هذا، الجزء السفلي من الشعرة راح يشكل ما يعرف بالهير بابيلا. The middle part form the shift. الطبقة الوسطية راح تشكل لي ما يعرف بالشيفت. طبعا الشيفت هو الجزء الخارجي من الشعرة. زين. The proliferating germinal layer at the hair bud push the hair upward to the body surface. إذن طبقة ال proliferating germinal layer، الطبقة الجرثومية اللي تكونت أثناء تكوين الشعرة في المراحل الأولية، راح تدفع الشعرة إلى سطح الجسم. It's nurtured from downward by dermal bud cell. إذن راح تكون مسؤولة عن تغذيتها. Nurtured from downward by dermal bud cells. الخلايا البرعومية الموجودة في طبقة الأدم راح تكون مسؤولة عن تغذية الشعر. أيضا السيباكيوس جلاند، السيباكيوس جلاند هذه راح تكون buds from the wall of hair follicle. It is responsible for nourishing the hair. أيضا تكون مسؤولة عن تغذية الشعرة في المراحل المتقدمة من عمرها. إذا إذا تشوفون هذه الشعرة راح تكون هذه الهير بابيلا اللي ذكرناها قبل شوية، هذا الهير شيفت الجزء الخارجي. طبعا راح تكون بداية من طبقة الإبيديرمز وتنتقل إلى طبقة العفو من طبقة الديرمز وتنتقل إلى طبقة الإبيديرمز وتطلع إلى خارج الجسم. هذه السيباكيوس جلاند اللي قلنا مسؤولة عن تغذية الشعرة، وأيضا عندنا راح يكون ترتبط بها العديد من الأوعية الدموية والأعصاب الحسية حتى تقوم بعملية تغذيتها ونقل الإعازات العصبية. The board part of hair inside the skin called root, while the appearance part called shift. إذن الجزء الداخلي اللي يكون موجود داخل الجلد inside the skin يسموه root، يسموه root، هذا الهير root مثل ما تشوفون هنا بالتأشير، هذا هو الهير root. أما الجزء اللي يكون خارج الجسم اللي يظهر خارج الجلد فيسموه الهير shift اللي هو هذا مثل ما تشوفون المشري خارج الجسم نسميه الهير shift. بالنسبة للهير طبقات اللي يتكون من عندها الشعر راح يكون مكون من ثلاث طبقات. الطبقة الخارجية يسموها مثل ما تشوفون قدامكم طبقة الكيوتيكل، هذه طبقة الكيوتيكل، وأيضا الطبقة الوسطية يسموها الكورتكس، هذه طبقة الكورتكس تشوفوها هنا، والطبقة الداخلية يسموها الهير ميديولا اللي ذكرناها قبل شوية اللي هي هذه الهير ميديولا اللي راح تشكل الطبقة الوسطية أو لب الشعر. إذن أعيدها مرة ثانية، تكون من ثلاث طبقات، طبقة الخارجية يسموها الكيوتيكل، الطبقة الوسطية يسموها الكورتكس، والطبقة الداخلية نسميها الهير ميديولا. آخر شيء عندنا الميلانوسايتس are located in the middle layer، راح يكون موجود في الطبقة الوسطية من طبقات الشعرة. طبعا الميلانوسايت هي الخلية المسؤولة عن إنتاج اللون اللي تنطي لون الشعرة. The hair become weaker أضعف and start to fall. Also its color find by increasing age
و then it is replaced by a new weak hair. إذن هنا عندنا نقطة مهمة، إنه كل ما يتقدم الإنسان بالعمر كل ما تشوفون يضعف الشعر مالته نتيجة ضعف التغذية وضعف تجهيز الميلانوسايت بالكلام. فتشوفون حتى اللون يبدي يتغير من اللون الأسود، هذه طبعا الميلانوسايت تشوفوها، هذه الخلايا المسؤولة، هذه الخلايا الميلانوسايت المسؤولة عن إنتاج اللون واللي تنطي لون الشعر، راح يبدي يتحول عندي اللون من اللون الأسود إلى اللون الأبيض بسبب قلة تجهيز هذه الخلية بسبب تقدم بالعمر. طبعا هنا خلصنا المحاضرة الثانية، ومثل ما ذكرت انه في حال عندكم اي سؤال او اي استفسار او اي جزء ما واضح من المحاضرة ممكن ان تراسلوني حتى اني اعيدها لكم، واتمنى لكم الموفقية والنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا.